لا يمكن إنكار الدور الإيجابي الذي يلعبه الإعلام الاجتماعي في تمكين المواطن العادي من المشاركة في جمع الأخبار ونشرها وتحليلها، وأصبحت وسائل الإعلام تعتمد على ما يسمى المواطن الصحفي من أجل نقل صورة كاملة للحدث من أرض الحدث. فقرة أنا أرى تعتمد عليكم، على المواطنين الصحفيين الذين يرسلون لنا عبر تطبيق أنا أرى أبرز الفيديوهات والصور التي يلتقطونها. دفع أطفال اليمن ثمنا باهظا نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على بلادهم، فهم يقتلون ويشوهون، كما أصبحت صحتهم مهددة ومسيرتهم التعليمية معطلة. لكن كل هذا لم يختال ابتسامتهم البريئة، فهنا نرى أطفال الضالع وهم يحتفلون بالنصر ويرددون بصوت واحد: ارفع راسك فوق، انت يمني حر. ومحاولة للقفز إلى المستقبل والإسراع في أخذ دور الكبار، هذا هو حال أطفال اليمن الذين يعون مجريات الأحداث في بلادهم ويتابعون المستجدات أولا بأول. في هذه الصورة يوجه أطفال اليمن رسالتهم بلغات مختلفة إلى العالم بشأن الأزمة اليمنية. أما هذه الصورة فهي لوثيقة تضمنت فتوى صادرة من زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي بجواز إفطار شهر رمضان لجميع أفراد ميليشياته في جميع الميادين، سواء من المقاتلين أو غير المقاتلين، وأنه ليس على عناصر الجماعة القضاء حتى تضع الحرب أوزارها. وقد أوضحت الوثيقة الموقعة والمختومة من غرفة المتابعة والتحكم باللجنة الثورية العليا بأن هدف الحوثيين من المشاركة في مؤتمر جنيف ما كان إلا محاولة لكسب الوقت وتحقيق مكاسب ميدانية للحوثيين. أمطار غزيرة وبرد هطلت في معظم مناطق الضالع جنوب العاصمة اليمنية منذ بداية الأسبوع. عبد الله أثوير أحد المواطنين الصحفيين بعث لنا صورا عنوانها بأن شعب اليمن المكافح استغل سقوط الأمطار والثلج لتبريد المياه في ظل انقطاع التيار الكهربائي. مواطن يمني يشكر المقاومة الشعبية ويعرض اختراعه الذي يعمل على توليد الكهرباء من حركة الرياح ليساعد به في إيجاد حل لأزمة انعدام الكهرباء في اليمن. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. حبيت نشرح لكم على الاختراع الجديد اللي هو كهرباء عبر الرياح تولد 12 فولت على مدار حركة الرياح لتعبئ بطاريات سواء حجمها صغير أو كبير أو أي عدد من البطاريات. من البطاريات في جهاز اللي هو معروف في الأسواق يسحب من 12 فولت إلى يحولها إلى 220، وبهذه قد اكتفينا اللي هو كهرباء مجانية عبر طاقة الرياح. وعبر هذا المقطع نشكر المقاومة الجنوبية. نذكركم كل ما وصلنا من صور وفيديوهات من زملائنا المواطنين الصحفيين تتم مراجعته للتأكد من مصداقيته قدر المستطاع. نحن ننتظر مشاركتكم عبر تحميل تطبيق أنا أرى بزيارة متجر جوجل في الهاتف الجوال أو زيارة صفحة أنا أرى على موقع العربية. وسنختار منها ما يبث في نشرات الأخبار على قناتي العربية والحدث.